السلام عليكم. غنديرو التمارين ديال ليكواسيون دو بروميير دوغري ا 1 ان كوني بالنسبه للدوزيام اني كوليج ماكسيمات باج 127 غنديرو 5. بالنسبه ليزيكزارسيس الاولين كاينين في القناه، يمكن لكم تسترجعوا عليهم تلقاوهم. غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. غندوزو التمرين 5، ريزودغ لي زيكواسيون سويفون. يعني هاد لي زيكواسيون هادو غادي نحلوهم. حل المعادلات كاينه طريقه واحده ديال الحل، دائما كنخليو المجاهيل فواحد الطرف وكنردو الاعداد المعروفه لواحد الطرف الثاني وكنحسبوهم. ا موان 5 سور 3 ايغال 1 سور 2. ا هو لانكوني، لانكوني يمكن يكون اكس، يمكن يكون ا، يمكن يكون زد، اكغريك، مجهول، حرف من الحروف كنسميوه هذاك سي تان لانكوني، يعني مجهول كنقلبو عليه. إذن الصورة واش واضحة؟ نا ا موان 5 سور 3 إيكال 1 سور 2. يعني هاد 5 سور 3 غترجع للطرف الثاني باش تحسب مع 1 سور 2. إذن ندرو ا موان 5 سور 3 بلوس 5 سور 3 إيكال 1 سور 2 بلوس 5 سور 3. يعني زدنا هنا 5 سور 3 حتى هنا 5 سور 3. إذن ا 5 سور 3 موان 5 سور 3 بلوس 5 سور 3 هي 0، غتبقى لينا 1 سور 2 بلوس 5 سور 3. هنا عندنا جوج الأعداد كسي، يعني غنوحدوهم المقام، المقام واحد هنا هو 6. إذن هنا ضربنا في 3، إذن حتى البلاصة نضربو في 3، هنا ضربنا في 2 حتى البلاصة نضربو في 2. هنا ا تساوي 13 سور 6، هذا هو الحل المعادلة. نقول 13 سور 6 اي لا سوليسيون. دو ليكواسيون ا موان 5 سور 3 ايكال 1 سور 2. يعني 13 على 6 هو حل لهاد المعادلة. هادي بالنسبة أ. ب عندنا أ بلوس 7 سور 6، 7 سور 6 إيكال 11 سور 2. سي لو ميم بحال بحال، نديرو أ إيكال 11 سور 2. يعني 7 سور 6 كاينه هنا غتحول للطرف الاخر، هنا كاينه بلوس ملي غنحولها غتولي موان، وغادي نحسبو ا ايكال نفس الشيء. غنوحدو المقام واحد هو 6، يعني هنا ضربنا في 3 حتى هنا غنضربو في 3، يعني 3 في 11 هي 33 ناقص 7، ونحسبوها ا ايكال 33 ناقص 7 تعطينا هي 26 على 6. غنختزلو دائما دائما، خاص نخليو الرقم يكون مختزل. 26 مقسوم على 6، اذا غنختزلو بجوج، غتعطينا هي 13 على 3. اذا نقولو دونك 13 سور 3 اي لا سوليسيون de l'équation A plus 7 sur 6 égale 11 sur 2. هذا هو الحل للمعادلة. دابا ندوزو C. C كتساوي لينا هي 3 sur 5 sur 5 moins A égale 2 sur 3. Et d'ailleurs, C, il y a dit, exercice 5, et bien, sur la mode H, je vais essayer de le temps. إذا نفس الشيء، نخليو المجاهيل لواحد الطرف ونحولو
أرقام الطرف الثاني، أن ثلاثة على خمسة هي غتحول، يعني تبقى لينا ناقص أ إيكال دو سيغ تخوا، ناقص أ بقات بلاصتها، دو سيغ تخوا بلاصتها، تخوا سيغ خمسة هي غتحول، هنا تخوا سيغ خمسة بوزيتيف مي غتحولها تولي نيجاتيف، موان تخوا سيغ خمسة، غتبقى لينا موان أ إيكال، هنا كذلك ميم دينوميناتور هي عندنا كانز، هنا ضربنا في خمسة أحسن غنضربها في خمسة. جوج في خمسة هي عشرة، هنا ضربنا في ثلاثة أحسن غنضربها في ثلاثة، وغتعطينا ناقص أ إيكال أن سيغ كانز، يعني ديس موان نوف هي كانز، إذا حنا بغينا أ ماشي ناقص أ، إذا أ إيكال موان أن سيغ كانز، يعني هذا هو الحل، غنقولو إي لا سوليسيون دو ليكواسيون. Trois sur cinq moins a égale deux sur trois. Hada, le nisba c. Le nisba d, il y a des d. Trois sur sept d, il y a trois sur sept moins a égale moins un demi. 3 sur 7 moins A égale moins un demi. Hadiya, bensba, D, 5e exercice. Idem, nifshi, tbqana naqas A, ou ghanhoulo 3 sur 7, yani 1 sur 2, plus 3 sur 7. Idem, moins A égale الديناميتور هو 14، هنا ضربنا في 7 أحسن نضربها في 7، يعني ندير موان 7 بلس 6، هنا ضربنا في 2 أحسن نضربو في 2، إذا موان أ إيكال موان 7 بلس 6 هو موان 1 سيغ 14، بون عندنا أ إيكال 1 سيغ 14، حيت عندنا موان 1 إيكال موان 1 سيغ 14، إذا أ كتساوي 1 سيغ 14، يعني هذا هو الحل إي. La solution de l'équation trois sur sept moins a égale moins un demi. Hada huwa l'hel dial exercice 5. Ndouzo l'exercice 6. L'exercice 6. Page 127. Idem, l'exercice 6, c'est cool. Résoudre les équations sur 9 souhaits, d'aïma 9 tariqa, yani ma kinsh ikhtilaf 9, باش كنحلو المعادلات. Résoudre les équations suivant. عندنا المعادلة الأولى هي 2x موان 3 إيكال 11، 2x موان 3 هادي أ، 2x موان 3 إيكال 11، دائما نفس الطريقة 2x إيكال 11، هنا عندنا موان 3 غتولي لنا بلوس 3. إذا 2x إيكال 14، هنا عندنا 2 فوا x، 2 فوا x، هنا ملي كيكون ملتيبل كيولي لا ديفيزيون، يعني غتولي هنا مقسوم، هنا كنضرب غتولي لنا هنا مقسوم، يعني بحال 2x كنضربوها في واحد على جوج، وهنا كذلك 14 كنضربوها في واحد على جوج، إذا هنا كتمشي لنا جوج مع جوج كتبقى لينا x إيكال 14 سيغ 2. x égale 7. En angolo, 7 est la solution de l'équation سهل المعادلات خصكم غير نسابوه بشويه ما تدخلش الاشارات ملي تحولوا الارقام بساطين. بون
هذه بالنسبة ل A B عندنا هي موانس بارون اكزرسيس 6 كندوخ كيتسامري كيتشابهو B هي موان 4 X plus 5 égale moins 9. Et là, en 12 ans, nous serons moins 4x égale moins 9. On a plus 5, on a moins 5. On est moins 4x égale moins 9. Moins 5, il y a moins 14. D'abord, x égale moins 14 sur moins 4. Et là, كيكون عندنا مضروب ملي كيولي هذا الرقم كيكون مضروب كيولي مقسوم. هذا الرقم كيكون مضروب فيه اكس هو اللي كنقسمو عليه هنايا. اذا اكس ايكال غنختزلو هنايا موان 2 غتبقى لينا 7 سيغ 2 ختزلنا هنا موان 2. اذا 7 سيغ 2 اي لا سوليسيون دو ليكواسيون. يعني دائما نفس الجملة تنديرو. بون هذا ب سي سي عندنا هي 3x موان 7 سيغ 2 إيكالا 3. إذن 3x إيكال 3 بلوس 7 سيغ 2. يعني 3x إيكال هنا غنوحدو المقام مقام واحد هو جوج. إذن نديرو 6 زائد 7 على جوج يعني ضربنا هنا في جوج نفس المقام. إذن 3x إيكال 13 سيغ 2 إكس إيكال هنا قلنا 3 كان إكس فوا 3 هنا غتولي مقسوم. يعني غنديرو 3 باردون 13 سيغ 2 فوا 1 سيغ 3. إذن إكس إيكال 13 سيغ 6 هادي ميمكنش تختزل يعني غتبقى بحال هكا 13 سيغ 6 إي لا سوليسيون de l'équation. Trois x moins 7 sur 2 égale à 3. D'abord, net d moins 5 x plus 1 moins 5 x plus 1 égale 3 sur 5. Idem, moins 5x égale 3 sur 5 moins 1. Idem, moins 5x égale, en hudul maqamanaya, il y a 3 moins 5 sur 5. Moins 5x égale 3 moins 5, il y a moins 2 sur 5. Idem, x égale moins 2 sur 5. Pardon. Fois 1 sur moins 5. Idem, c'est un x égale moins 2 sur moins 25. Idem, là, il y a x égale 2 sur 25. Il y a et la solution de l'équation. هذا بالنسبة للد. دابا نتمنى تكونوا فهمتوا تحلوا المعادلات بساطين باش ما نطولش عليكم الفيديوهات يجوا طوال بزاف. ان شاء الله غادي نكمل لكم التمارين الاخرين في فيديوهات مقبلة ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم وكنعتذر لانني كنتعطل ما كنجاوبكمش دغيا في التمارين ولكن سمحوا لي ما كرهتش. وكل اللي مازال ما تابونا في القناه تابونا باش يوصلوا اي جديد. وكنتمنى تكونوا كتستافدوا مني وتكونوا كتفهموا الرياضيات. شكرا لكم.